ثم الليل لا ترجعون. أكو رسول، أكو ملك، وأكو الله سبحانه وتعالى. الآن إحنا أمام هاي القضية أيها الأخوة والأخوات المحترمين والمحترمات، الله ربي أو لا؟ ربي أو مو ربي؟ ربي. شكرا لله ربي، شكرا لله. يقول أنا هواية قصير، يا شيخنا هواية قصير. شكرا لله. أنا هواية طويل، شكرا لله. ليش؟ ما هو يقول ايش بده يسوي؟ يريدك أنت لما أسود شلون تقول شكرا لله؟ لهذا لا ترجع للآية المباركة في السورة يقول ذكر رحمة ربك يا رب. رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بلغ العلا، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصائل. لماذا حسنت جميع خصائل؟ لأن الرب قال خاص بشر، لأنه حبيب الله والله حبيبه. السلام على محمد حبيب الله، حبيب أعلى درجة. يقول أنا حبيبي ما أخليه. يقول لك مثلا النبي كثرت السنون البحر، ما يخالف، ما نقول لا. عاد قال لي كثير يعني من أحد السنة الثانية للهجرة، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وشيء من ال 11 النبي يقعد في المجالس وإمام الدولة والعالم. يسوي معقولة؟ يقول ما لي ربه يعني 4000 معجزة في جسد النبي أخذي يعني المثل السن. النبي بدأ كثرة السنة أخذي استشعر صناعتها. لذلك يقول ربك لك رحمة ربك التي ذكرتك بها يا رسول الله، فأتقنت صنعك ولقد خلقت الإنسان في أحسن تقويم. ما حد يقدر يقول لا. ثم رددنا الذين كفروا أسفل سافلين. الذين كفروا هم كل واحد يقول أسفل سافلين، لكن بعد تجي تشوفه يعني مليارات من الدرجات يحتاج لها المقياس ما يصل للحيوان، وهي فاصلة بينه وبين الحيوان. أما أنا أشوف شكله شكل الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن نطبق معنى الدعاء الشريف، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبالأئمة سادة وولاة. إذا هذا نقبله كمنهج إلنا، أنا أحب أبا الحلوة والنبرة، هو ربي أحسن من مثواي، هذا هو، لا أرد على ربي شيء. إذا فهمنا هذه الربوبية عن أن تقنين العمليات التربوية التي يخوض فيها كل صاحب مشروع، إن كان مدرسة أو كان تجار، إن كان إنسان أو كان مثلا على هاي اليوم تحذير صايف، وانتم سمعتوه شفتوا تحذير من الاطعمه المطعمه بالكيماويات وبالمضروبه بالاشعاع ومقصرين عمرها ومطيرين ارضها ومطعمينها. واحد من الاخوه يقول رحت في تورنتو شفت المزرعه الاسفنجيه، كل الارض اللي مزروعه اسفنج، مو ارض اسفنج كله، والباذنجان وال طماطم والكذا كلها ممتدة من الاسفنج، مادة بدورها بالاسفنج، وكلها مع كل ارض مصل مثل المرضى بالمستشفى. هذا المصل يغذيها بالفوسفات وبالبوتاسيوم. قلت على الشغلة كلها عليك يصنعوا لك على الباكيت يكتب يقول هذا طبيعي نيشر، هذا ارض طبيعية وشمس طبيعية، ما سوينا شيء ما لعب خالص غير من اكل. رضيت بالله ربا، انا ارضى بالله فقط وما اخبر غيره، وليس لي رب سوى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وان ندعو الكتاب حق تلاوته، وان نسال الله برحمته الرحيميه وبرحمته التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يرحمنا ويجري عنا همومنا ويقضي حاجاتنا. الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.